أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بشهر شباط فبراير من عام 2021. عزيزي الدلو، أنا متلهفة لازفلك أجواء هالشهر الاستثنائية ويلي بتحملك وعود كتيرة بوجود خمس كواكب ببرجك، يعني ببرج الدلو، وكوكب واحد بعكسك وبعده عم بعكسك وهو كوكب مارس. تتألق يا عزيزي بجاذبية نادرة وبحضور استثنائي ونفوذ النظيره. نعم، هيدا شهر رائع بيحمل لك التقدم بقفزات كبيرة نحو تحقيق أحد الأهداف ولحركة كبيرة بحياتك، حتى ولو حمل مارس وكمان يورانيوس المستقر بالثور بعض النزاعات والأحداث المفاجئة يلي يمكن تربكك شوي. بس الوحي كتير كبير بإيجاد كل الحلول وضبط الأوضاع لما بيلزم الأمر، وإيجاد سبل كتيرة لإحراز الأرباح وكسب التأييد والتطلع إلى العلا والوصول إلى مبتغاك. رح تفرح بوجود ناس بتحبهم حولك وتتمتع بصحة جيدة، بيزول التشاؤم السابق وبتمتلئ حيوية وثقة بالنفس، بتحقق اللي بدك إياه وبتكون ناجح محل ما بترغب. يمكن تقدم على تعديلات مهمة بحياتك العائلية، أو يمكن تتواجه مع أحد أفراد العائلة، لكن بصبر وهدوء. بعبر لك حدا عن غضبه لسبب من الأسباب، بس أنت قادر على احتواء النزاعات بصوابيتك وحزمك ورعايتك ومحبتك بوقت واحد. لازم تعرف انك قدام شهر من الازدهار بتستفيد منه اذا بدك، ولازم توضع جانبا كل الاشكالات وبعض الزبزبات الصغيرة المقلة معنا. قد تقدم ايضا على اتصالات مهمة لتدعيم اوضاعك المادية، ويمكن تتلقى مساعدة غير منتظرة من بعض المراجع النافذة او من حكومة او شي عائلي او مهني او شي عام. بتتلقى هدايا وبتطل على رومانسية بتغمر كل نواحي حياتك حتى بمجالك المهني، وبتشعر انه المحيط بيتعاطف معك وبيبديلك كل محبة والتزام. بتشرق بجاذبية قصوى طوال الشهر كوكب فينوس وميركور معا ببرج الدلو، بيوحولك بالأساليب الراقية والمتألقة للتعاطي مع الجميع، بتعبر عن عواطفك للي بتحبون، بتتصرف بطريقة بتجذب الإعجاب والحب، بتكون الطاقة بهالشهر هايلة. وفينوس حتى تاريخ 25 بيحمل لك مفاجأة على طبق من فضة، بيلهمك الحب، بتكتب شعر ونثر بالغزل، وبيشعر الزوج أو الشريك إنك إنسان جديد ربما، أو بيتلهفوا الناس حتى يلتقوا فيك سواء كانوا أحباء أقرباء أصدقاء أو غير شيء. يمكن في لقاء مفاجئ يغير مصيرك وتشعر أن الكواكب عم بتدللك جدا وبتهبك، بالإضافة للجاذبية حسن التعبير والكلام والبلاغة ومزيج رائع من المرح والجدية بآن. بس ما تترك الشؤون العائلية المربكة تأثر على مزاجك، احصرها بميدان صغير من اهتماماتك وتلقف يلي بتقدم لك يا الأفلاك بتفاؤل وسعادة. نعم عزيزي الدلو، انت بهالشهر بتعرف جديد، بتطل على أفق ربما ما عرفتها بالسابق، وبتاخد قرارات سريعة من أول الشهر، وقد يفرحك خبر تتلقاه وانت غير منتظر لإله. هذا الشهر يحمل إليك همسا جيدا وجديدا ووعدا، فانتظرون يا عزيزي.